يلا يوسف عفيفي كابتن فريق مواليد 2005 بالنادي الاهلي، وطبعا يعني صاحب الهدف الاول النهارده اللي فتح الجيم امام الفريق وفتح الفرصه طبعا للتتويج بشكل رسمي بلقب بطوله الجمهوريه. مبروك الفوز، مبروك البطوله يا يوسف. يعني الله يبارك فيك يا كابتن اتش. الحمد لله، عايز اشكر اللعيبه النهارده على المجهود، عايز اشكرهم طول السنه تعبنا، عايز اشكر طبعا كابتن علاء والجهاز الفني. يعني احنا استحقينا الفوز قبل نهايه الدوري بثمان جولات حاجه كده، فالحمد لله يعني، واحتفلنا الحمد لله. شعور جميل جدا انت بتفوز بطوله الجمهوريه لاول مره، اكيد حاجه جديده بالنسبه لكم وحاجه بتخليكم انتوا دايما عندكم ثقه في نفسكم ان انتوا لا انتوا دايما تقدروا تحققوا بطولات وتمثلوا النادي الاهلي بشكل كويس جدا. يعني هو الحمد لله ده الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بالنسبه لنا دي اول سنه جمهوريه نكسب بيها، ان شاء الله السنين الجايه تبقى بتاعتنا برده، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي والحمد لله. تمام. فارس خالد يعني الحريف بقى طبعا، يعني نجوم الفريق طبعا، من اللعيبه المميزين جدا ومن اللعيبه اللي كان ليهم دور مؤثر في الفريق السنه دي، سواء موجود بشكل اساسي او موجود بشكل يعني على دكه الاحتياط، بتنزل وبتعمل اللي عليك. اكيد الفوز ببطوله الجمهوريه حاجه جميله جدا، شعور جميل بالنسبه لك. اكيد طبعا، واحنا تعبنا كتير قوي عشان نوصل له، والحمد لله حققناها. ومش بس حققناها كده، احنا عملنا حاجه مميزه جدا، احنا واخدين الدوري قبلها بسبع اسابيع، واخدينها اقوى هجوم اقوى دفاع، فرق 21 نقطه. فيعني احنا تعبنا والحمد لله 22 نقطه، فالحمد لله احنا كنا حاطين ده من اول ما جه كابتن علاء، احنا متكلمين وحاطين التارجت ده بالنسبه لنا. الحمد لله ان احنا قدرنا نحققه بتعليماته وبشغلنا في الملعب وبالروح وبالرجوله، بس الحمد لله. توفيق دايما يا فارس، ربنا يخليك. يوسف عبد الحفيظ لاعب فريق 2005 بالنادي الاهلي، مبروك يا يوسف النهارده للتتويج بلقب بطوله الدوري بشكل رسمي قبل سبع اسابيع طبعا من نهايه الموسم، اكيد يعني انجاز كبير جدا ليك. الحمد لله اتش، احنا الحمد لله السنه دي اجتهدنا، وربنا يعني ما فيش لكل مجتهد نصيب، واحنا من اول الدوري يعني متفقين مع بعض ان احنا عايزين نعمل حاجه هو السنه دي، ان احنا نخلص الدوري قبلها بسبع اسابيع، دي عمرها ما حصلت في قطاعات الناشئين، ودي الحمد لله احنا انجزناها الحمد لله. يوسف يعني واضح جدا عليكم في الملعب في اداء رجولي بشكل كبير، ما بتهزروش النهارده، يعني متاخرين في النتيجه بهدف، ولكن بترجعوا وتكسبوا باربع اهداف. كمان من المراحل المميزه في البطوله انك تفوز على الزمالك ذهابا وايابا، يعني في ملعبه وفي ملعبك، اكيد انتوا يعني حاسين ان انتوا عملتوا انجاز كبير. هي دي سمات النادي البطل اتش، يعني كل منافسينك لازم تكسبهم رايح جاي، لازم تحط رجلك في الملعب، وبرده يعني ان احنا نرجع من لما كنا يعني متاخرين، دي مش اول مره نعملها، احنا كذا مره عملناها، ودي برده ترجع لسمات البطل، يعني احنا الاداء الرجولي. بالتوفيق دايما يا يوسف، ان شاء الله تكون بطوله الجمهوريه مش الاولى بس، وتكون السنين اللي جايه كمان ان شاء الله. حبيبي سيف ايمن لاعب فريق مواليد 2005 بالنادي الاهلي، بنقول لك الف مبروك يا سيف النهارده الفوز بالبطوله الجمهوريه. الله يبارك فيك. وطبعا يعني اداء رائع جدا من كل اللعيبه النهارده. الحمد لله. اكيد طبعا كلنا النهارده طبعا الماتش اللي بيحسم الدوري النهارده، كلنا كنا مركزين ان احنا ناخد 3 بونت عشان نحتفل في ملعبنا النهارده، واحنا اصلا الحمد لله احنا واخدين الدوري من الدور الاولاني، ودي حاجه كبيره جدا، يعني فرق 22 بونت دي حاجه بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي يعني. الحمد لله. لعيب النادي الاهلي دايما لما بيكون متربي على الفوز بالبطولات من صغره، ده اللي بيفرق معاه لما يكبر، اكيد ده بيديكم دافع كبير جدا وثقه في نفسكم. اكيد طبعا احنا من اول الدوري بنلعب على الدوري، واحنا من اول الدوري عايزين نكسب الدوري بفرق كبير قوي، والحمد لله ده حصل. الحمد لله يعني الحمد لله. التوفيق دايما يا سيد. لعيب كبير والله. احمد وحيد لاعب فريق 2005 من النادي الاهلي، طبعا بنقول لك مبروك الفوز ببطوله الجمهوريه، والفوز النهارده بالرباعيه من اللعيبه المميزين في الفريق، بتلعب في نص الملعب او بتكون موجود في خط الدفاع، اداء كبير طول الموسم يا احمد. الحمد لله، بنشكر دايما اللعيبه الرجاله اللي احنا كنا هدفنا الاول والاخير ان احنا ناخد البطوله، ونشكر الجهاز الفني طبعا على الجدعان معانا وكده، واحنا كلنا لعيبه رجاله والله نستحق البطوله. كابتن علاء عبده طبعا، والجهاز الفني، وكابتن محمد صلاح، وكابتن عماد الاداري، والدكتور احمد جاب الله، اكيد ناس تعبوا معاكم جدا. اكيد طبعا، ده هم كابتن فتوح طبعا مدرب، طبعا هم اهم ناس طبعا، وكابتن سامر قبل ما يسيبنا برده كان عامل معانا شغل كويس وكده. الحمد لله على البطوله، وان شاء الله دايما اللي جاي احسن. التوفيق دايما يا حسين. انا موت يا اسطى. عبد الله مستنجي طبعا صخره الدفاع واحد نجوم الفريق على مدار الموسم، اداء كبير جدا يا عبد الله، ويعني عملته موسم رائع جدا، هزيمه واحده طول الموسم، اكيد ده رقم مميز جدا بالنسبه لك. الحمد لله صخره الدفاع. الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بالبطوله بعد كل التعب ده، دي كانت اهم حاجه، خساره واحده برده ما كانش ده يعني، احسن من كده. مستنجي مستنجي
احنا كلنا تعبنا ونشكر الجهاز الفني والاداره واللعيبه كلها والناس اللي بره والناس اللي جوه والناس اللي في البيت كله. الحمد لله ربنا كرمنا بعد كل الموسم وكل التعب ده. الحمد لله. كونك بتلعب في النادي الاهلي ده اكيد بيدي لك شعور كبير بالفخر، وكونك انك كمان بطل الجمهوريه اكيد بيدي لك شعور اكبر كمان ان انت فخور بنفسك وفي وسط زمايلك حتى بره النادي. انا لعيب في النادي الاهلي وبطل الجمهوريه، اكيد شعور رائع جدا انت حاسس بيه. طبعا احنا في النادي الاهلي الحمد لله يعني احسن نادي في مصر، وهو ده الطبيعي ان احنا ناخد البطوله كل سنه، والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله احنا تعبنا واحنا فخورين. طبعا كل واحد في النادي فخور ان هو بيلعب في النادي الاهلي وبيعمل كل حاجه عشان علامه النادي الاهلي. التوفيق دايما يا عبد الله. شكرا. تعالى 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 يا محمد رأفت، طبعا من نجوم الفريق وطبعا من الهدافين، الناس اللي يعني ليهم بصمات تهديفيه كتير الموسم ده، وكان النهارده ليك هدف رائع جدا، كان الهدف الثاني في المباراه. رأفت الف مبروك بطوله الجمهوريه ومبروك الفوز النهارده كمان. الله يبارك فيك اتش، اول بشكر ربنا، ثانيا بشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي واللعيبه الرجاله اللي تعبت معانا. انا مش موجود، انا بس موجود فرقه كامله، والحمد لله السنه اللي فاتت ما خدناهاش، بس السنه دي عوضناها قبل الدوري بسبع متوشه يعني، والحمد لله يعني الحمد لله على الدوري، الحمد لله على ده، والحمد لله. اكيد اللي حصل السنه اللي فاتت ادالكم درس كبير جدا ان انتوا لازم السنه دي تجتهدوا بشكل كبير، واكيد شفتوا فرحه الفوز ببطوله الجمهوريه شكلها عامل ازاي. اه طبعا السنه اللي فاتت زعلنا قوي وقعدنا نلوم نفسينا، السنه دي داخلين من اول الموسم مركزين على الدوري، والحمد لله اللي احنا يعني خدنا الدوري يعني، بنشكر ربنا الحمد لله. التوفيق دايما يا حبايبي. عمرو خالد بيبو طبعا يعني من اللعيبه المميزين في فريق النادي الاهلي، موجود باك يمين، موجود فرويد، النهارده بتسجل هدف في الماتش اللي فات قدام الزمالك، سجلت هدف، اكيد حاجه بالنسبه لك انجاز كبير انك تفوز بطوله الجمهوريه مع النادي الاهلي. طبعا طبعا الحمد لله على الدوري، ويعني شفنا نتيجته وخدنا البطوله الحمد لله، والجون عادي طبعا زي ما قلت حضرتك، هي الواحد بيتعب وبيركز في الجون وهي بتيجي عادي من ربنا يعني الحمد لله. عمرو فترات او بعد فترات في الموسم بتكون موجود على مقاعد الاحتياط وبتنزل بتأدي بشكل كويس، ما بيفرقش معاك انك موجود بشكل اساسي او على مقاعد البدلاء، اكيد ده لعيب النادي الاهلي. هو طبعا ملهاش دعوه يعني، كل واحد لازم يبقى ليه شخصيته، وساعات تبقى في الملعب وساعات بره الملعب، اهم حاجه لما تنزل تأدي اللي عليك ان شاء الله، دقيقه خمس دقائق 90 دقيقه تنزل تأدي اللي عليك. عمرو يعني الفوز ببطوله الجمهوريه مع النادي الاهلي اكيد بيدي لك دايما شعور بالفخر كبير جدا، ودايما بيدي لك ثقه في نفسك انك عايز دايما تفوز بالبطولات، وهي دي شخصيه لاعب النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي ده فريق كبير يعني، مش اي حد يقدر يلعب في فريق الاهلي، ومش اي حد يدي تيشيرت ان يعني الواحد ياخد البطوله مع الاهلي، طبعا ده احساس كبير يعني. مره باك يمين مره فرويد، اكيد التعليمات دي من الجهاز الفني ما بتفرقش معاك بما انك لاعب في النادي الاهلي. لا عادي كابتن علاء مشغلنا كلنا كده، ومشغل كل واحد شغال في كذا مكان، والحمد لله يعني شغال ده هنا ده بيشتغل، وشغال ده هنا ده بيشتغل برضه معايا الحمد لله. عمرو بتمنى لك التوفيق دايما، وما تكونش اول بطوله بقى ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يعني. ربنا يخليك. معتز محمد مدافع النادي الاهلي، طبعا فريق مواليد 2005، المدافع الصلب جدا والمدافع الهداف زي ما بيقولوا يعني، ما شاء الله اهداف كتير يعني بالتخصص بالذات دايما بالاهداف الراسيات يعني. كلمني عن الفوز ببطوله الجمهوريه، اكيد شعور رائع جدا بالنسبه لك. اكيد طبعا، وخصوصا كان ان هو قبلها بسبع جولات، فده انجاز بالنسبه لنا يعني، اول ناس نحققها في النادي، فكل دوت بيتحسب لنا والحمد لله. معتز دايما انت من الناس المميزه زي ما قلت لك في تسجيل الاهداف براسك، اكيد ده بيكون مش من يعني انت بتبقى واخد تعليمات من الجهاز الفني استغلال طول كامته. اكيد طبعا يعني، خصوصا يعني الاهداف دي بتبقى بتكتيك كمان معين، ان في حركه معينه بنعملها ان الكورنر يتلعب عليا، والحمد لله يعني بقدر اجيب. الفوز ببطوله الجمهوريه مع النادي الاهلي اكيد اول مره بيمثل لك يعني شعور كبير طبعا. شعور كبير جدا يعني، بطوله تتحسب لنا وتبقى في السي في بتاعنا، واللي جاي خير ان شاء الله. ان شاء الله دايما يا باشا. يوسف جمال لاعب فريق مواليد 2005 للنادي الاهلي، بنقول لك الف مبروك يا يوسف، الفوز النهارده ببطوله الجمهوريه قبل سبع جولات من نهايه الموسم انجاز كبير جدا بالنسبه لكم، وموسم بدون اي نتائج سلبيه غير هزيمه واحده بس. طبعا يعني انجاز كبير حققنا السنه دي يعني الحمد لله يعني، حابب اشكر اللعيبه، حابب اشكر الجهاز الفني، حابب اشكر الاداره، وحابب اشكر الجهاز الطبي يعني، كل الناس بقى يعني احنا اشتغلنا وتعبنا وربنا كفينا النهارده الحمد لله، كلنا على قلب راجل واحد وتعبنا، فعشان كده ربنا كفينا وعملنا انجاز كبير احنا الحمد لله، والناس خاتمه في القطاع قبلنا بسبع جولات، ده انجاز ما حدش عمله قبل كده، فدي حاجه تحسب لنا وتحسب للجهاز الفني، وحابب اشكرهم واشكر اللعيبه، والحمد لله يعني احنا من اول يوم واحنا عندنا
هدف على الدوري ومركزين عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله. قرط اللقب يعني خلاكم ان انتوا لا بعيد شويه الموسم ده، انت اول السنه دي حاطين في دماغنا ان احنا لازم نرجع لازم ناخد الدوري، احنا فريق النادي الاهلي ازاي الاهلي يروح من الدوري، فده كان تركيزنا السنه دي الدوري بتاعنا، ومن اول ماتش لغايه اخر ماتش النهارده احنا مركزين على ده والحمد لله يعني ربنا كرمنا في ده. يعني التوفيق دايما يوسف ان شاء الله. شكرا. يلا يا زعلول. اسلام عبد الله طبعا من النجوم الفريق 2005 السنه دي، طبعا انجاز كبير جدا. اسلام بتكون موجود دايما، كنت في اول الموسم كنت بتلعب فيرود وبعد كده رجعت مدافع، فيعني كلمنا عن الموسم ده. الحمد لله ببارك النهارده للعيبه الرجاله، الحمد لله احنا لعيبه نادي الاهلي اي مكان بيتقلنا نلعب فيه بنلعب فيه ونكون قد المسؤوليه قدام ورا في النص في اي حته. الحمد لله على ثلاث ابطال النهارده وعلى الدوري، ببارك للعيبه الرجاله من اول الدوري وهم رجاله، واحنا الحمد لله طول عمرنا رجاله. فالحمد لله النهارده ببارك للناس وببارك للكابتن علاء والجهاز الفني وكل الناس النهارده الحمد لله. الطموح في الفتره اللي جايه اكيد انت بطل الجمهوريه بيفكر دايما ان هو يكون لا انا عايز الافضل طبعا دايما. ان شاء الله الماتشات الجايه برده نمشي بشكل كويس، 3 بونت اهم حاجه بالنسبه لنا، احنا النادي الاهلي 3 بونت اهم حاجه بالنسبه لنا، وان شاء الله يعني الفتره الجايه تمشي بشكل كويس زي ما احنا عايزين يعني، ونقدر نكمل كده لحد اخر الموسم ان شاء الله. التوفيق دايما يا حبيبي ان شاء الله. حازم جمال طبعا حارس مرمى الفريق الاهلي مواليد 2005، بنقول لك يا حازم الف مبروك الفوز النهارده بلقب بطوله الجمهوريه قبل 7 جولات من نهايه الموسم، اكيد شعور حارس مصر مرتاح. حارس مصر الله يبارك فيك، كان مشوار صعب طبعا من بدايه الدور الاول لحد دلوقتي مشوار صعب، وبشكر الجهاز الفني كله وبشكر كابتن فتوح وكابتن علاء وكابتن محمد صلاح الطاقم الدب كله. الحمد لله كان مشوار صعب وقدرنا نحقق البطوله قبل لسه 7 ماتشات، ودي اكبر حاجه حصلت في النادي والله احسن حاجه في مصر، دي اكبر حاجه حصلت في النادي كانت 2001 هي اللي عملتها بست ماتشات، احنا دلوقتي كسرناها خليناها 7 ماتشات بدور على ارقام قياسيه كده. والحمد لله وبشكر زمايلي اللي تعبوا في طول المشوار لحد دلوقتي والحمد لله. انجاز كبير جدا انك تفوز ببطوله الجمهوريه مع النادي الاهلي، خصوصا ان انت كنت قريب جدا من اللقب الموسم اللي فات ولكن فاز بيه الاتحاد السكندري، الموسم ده انت بتحقق البطوله قبل 7 جولات بتثبت ان انت لعيب كبير، لعيب تستحق ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي، اكيد ده شعور رائع جدا يا حازم. اه طبعا السنه اللي فاتت احنا زعلنا بعد ما خسرنا البطوله، واخدنا وعد ما بيننا وما بين نفسنا في الفريق ان احنا ان شاء الله السنه دي هناخد البطوله وهنحسمها من بدري، وفعلا قدرنا نعمل كده الحمد لله. حازم يعني بصفتك حارس المرمى دايما انت بتكون اخر واحد في الملعب، انت دايما بتوجه اللعيبه وباين يمكن على صوتك النهارده كمان، اكيد الدور ده بيديهولك الكابتن علاء عبدو، عايز اعرف برده دور كابتن علاء عبدو والجهاز الفني معاك. هو طبعا كابتن فتوح بحب اشكره الصراحه على اللي عمله معايا من مجهودات من اول السنه، وكابتن علاء طبعا وقف جنبي اكتر من مره واتكلم معايا وفهمني حاجات وطورني في ان انا ابدا الهجمه من تحت مع كابتن فتوح، بشكرهم جدا على مجهودهم معايا الحمد لله. ده اكيد ادالك ثقه كبيره، وده ممكن كان من الاسباب اللي خلتك ان انت من الحراس اللي بيكونوا متواجدين في تدريبات الفريق الاول، اكيد ده كان حاجه بالنسبه لك يعني انجاز كبير برضو ان انت تكون متواجد مع تدريبات الفريق الاول طبعا. ايوه طبعا الحمد لله، دي كانت السنه دي اول مره كنت اطلع مع الفريق الاول اشارك معاهم في التدريب اعيش اجواءهم، وطبعا ده برضو بفضل التدريب في الناشئين هنا، لما بجتهد في تدريبي هنا الناس بتشوف فوق بتتكلم، وطبعا الجهاز الفني عندي بيتكلم بيرشح الناس فوق، وده كانت حاجه صعبه وكانت حاجه يعني تارجت ليا السنه دي والحمد لله قدرت احققه. التوفيق دايما يا حازم ان شاء الله. ادي يا سنا حبيبي ايه اشوفك يا رب، بص طارق فوزي لاعب فريق مواليد
2005 من النادي الاهلي من اللعيبه المميزين جدا يا طارق، يعني من اللعيبه اللي بتكون دايما متواجد على الجبهه اليسرى على الجبهه الشمال او الوينج شمال، بتادي بشكل كويس جدا يا طارق. الحمد لله طبعا احمد ربنا على الثلاثه بونت على الدوري، ومن نازلين من اول الماتش مركزين ان احنا بناخد الدوري، ومن اول الموسم عايزين ندوس عشان السنه اللي فاتت ما خدناهوش، بس انا دايما عامل حاله انت كده يا طارق. والله الحمد لله اهم حاجه حب الناس، واحنا بنقدر طول مع بعض وكده لعب مع حد ما يبقى اخواتي والله. الفوز ببطولة الجمهورية طارق قبل 7 جولات من نهاية الموسم اكيد ده شعور قوي جدا، يعني انجاز قوي ليكم انتوا ما كنتوش ممكن تتخيلوا ده قبل بداية الموسم. ما عشان زي ما اقول لك الموسم اللي فات ما خدناهوش، فالسنة دي كنا داخلين من اول الموسم جامد، وخدنا اول وكسبنا المنافسين كلهم عندنا وبره، فكنا عايزين ندوس من بدري. والحمد لله ده النادي الاهلي، يعني ده الطبيعي بتاعنا، بس مش الطبيعي اللي انت تاخده من 8 ماتشات، بس ده الطبيعي يعني، وان شاء الله اللي جاي خير. نتائج طارق السنه دي مميزه جدا، يمكن هزيمه واحده طول الموسم وتعادلات قليله، الباقي كله خسارات وانتصارات بنتائج كبيره كمان، وان انت تقدر كمان تكون متاخر في النتيجه وترجع وتفوز، اكيد ده انتوا يعني رجاله في الملعب فعلا. الحمد لله نحمد ربنا، وهنا برده تظهر روح النادي الاهلي، وعلى طول بنلعب لاخر دقيقه، وكابتن علاء بيدينا تعليمات ننفذها كده كده، بننزل تنفذ الكلام ده، ما جاتش الروح بتاعت النادي الاهلي اللي بتظهر بقى في الاخر وكده. التوفيق دايما حبيبي يا اتش على احسن ديفندر في مصر. سلام يا كابتن.